مشوار درب وطال وشوقه كتير أسفاني بيعتم الليل شفتك جاي عأحلامي سكنت بقلبي وبكياني يا حب خليك بحياتي لا لا تروح بقلبك على طول خليني الأخت ليندا قالت لي خلصت وتجهيزات الحفلة صارت كلها هون. شوفي ليش كتير عتمة هون؟ كل عام وانت بخير يا شجر. طالعين كتير حلوين بهالأواعي الجدادها. العمة شكراً عطتنا الأواعي مشان نلبسهم اليوم. رشا تفضلي هدول إلك يا بنتي. كل عام وإنتي بألف خير. لعبتي الحلوة، كيفك؟ غمض عيونك يا لعبتي الحلوة. يلا مدي إيديكي وهلأ فيكي تفتحي عيونك. بس هاي ليش لقلي؟ أنا مو اليوم عيد ميلادي. إيه وشو يعني؟ حبيبتي مو ضروري يكون عيد ميلادك اليوم لتاكلي جاتو. أنتي بتحبي الجاتو ما هيك؟ كلي يا لعبتي، كلي وانبسطي. كلي وكأنك هي آخر مرة رح تاكلي فيها جاتو. ما بتعرفي بكرة إذا بيضل منه أو لا. وانتي شو نقطة ضعفك؟ لارا. لارا! لارا لا! لا تاكلي الجاتو! رشا قلي لي ليش كبيت الجاتو تبعي على الأرض؟ لارا لأنه الجاتو كان في سم. والعمة كان بدها تطعميكي يا لارا. شو هاد؟ شو عم تحكي انت يا رشا؟ أنا عم قلك الحقيقة عمي. العمة أنا هيدا عم تكذب. فؤاد مانو خطر لحاله. العمة وفؤاد بيشتغلوا سوا وهن لهلأ سوا.
ياخدوها للارا، ما بدهم اياها تضل معي هون. لهيك العمه هلا عطتها جاتو حطت لها سم فيه. اناهيد، شو هالحكي اللي عم تقوله؟ يا مدام، هي بنت صغيره ومو فهمانه شي. خلص ماشي، انا رح صلح سوء التفاهم هاد. لك شوفوني، صار لي شي؟ لا ابدا. لسه عندك شك؟ عم تشكي فيني لسه؟ أناهيد، أناهيد، ليش هيك عملتي؟ ما كان في داعي. لا يا مدام، أنا لازم أتعاقب كمان لأني بكون أخته لفؤاد. هدول الأولاد يا حرام كتير بريئين، وبيعرفوا إنه أخي فؤاد كان ظالم، ومفكرين إنه أنا كمان ظالمة مثل أخي. هلا انتي قولي لي يا مدام، هذا ذنبي إلي شي؟ يعني اذا نحن عنا نفس الام لازم نكون مثل بعضنا؟ رشا، يلا اعتذري من العمي أناهيد. لا 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 يا مدام، انا لازم احاول اكسب محبتهم، هالشي اكيد صعب، انا اكيد رح احاول ارضيهم. صحيح ما ولدتن، بس هدول مثل ولادي، ما بزعل منن ابدا، ما بزعل منن. رشا يلا اعتذري لشوف. انا بعتذر منك عمي. ما في مشكله يا بنتي، ان شاء الله الايام الجايه بتكون حلوه عليك. يلا روحي احتفلي بعيد ميلادك وانبسطي. يلا يلا روحي. تعي يلا يلا. حبيبتي رشا، مفكرة حالك كتير ذكية؟ أنا بعرف كيف خلي أيامك تصير حلوة. أنتي بس تفرجي شو رح يصير بعدين. ايه انتبهوا يا أولاد على مهلكن، يلا تعوا يا أولاد، إجا البسكوت والكعك والعصير البارد اللي بتحبوه، يلا تعوا. خلاص رشا، يلي صار بالماضي راح، خلص انسي، لا تفكري فيه كتير. خلص رشا، اليوم عيد ميلادك، انبسطي. بس أنا ما كان لازم أعمل هيك، نزعت كل شي حلو عملته مشاني بهالحفلة. المرح الحقيقي حيبلش هلأ. ياي. قلبي صافي ولساتني صغير، نحاف وسمان وولاد صغار، لنخلي الكل يضحك ونتسلى كتير، لنبارك جمعتنا ونحلي سهرتنا. إذا كنت معكر لا تتهور، لأنه بالفرحة الكبيرة. إجاكم الجوكر. واو شو حلو.
مين اتصل بالمهرج ليجي؟ هو بيضحك كتير ما هيك؟ أناهيد؟ لا مو العم أناهيد، اتصل فيه العم غياس هو اللي حكى. مين أنا؟ ايه أنت حكيته شو نسيت؟ ايه تذكرت أنا ايه. وهلا حنلعب سوا لعبة جديدة ورح نتسلى كتير كتير، شو رأيكم؟ اللعبة هي كتير حلوة وسهلة، شوفوا من دون ما نحكي بدنا نعمل شوية حركات بإيدينا، لازم تدل على اسم شي معين، والشخص الثاني هو بدوره لازم يحذر شو هو هذا الشي. شو قلت؟ شوفوا أنا رح أعلمكم كيف تلعبوها. أها أنا معليش. أنت تعي. أنا هلا حجرب ورح أعمل حركات قدامك بتدل على اسم هاي الشغلة، وأنت لازم تحذري شو هي هاي الشغلة. ماشي. أنا بحبك؟ إيه وأنا كمان. وجوابك صحيح، فزتي معنا، واسم هاي الشغلة أنا بحبك. إيه أنا فهمت اللعبة عمو، يلا خلونا نلعب، حلوة هاي اللعبة. إيه أول شي تعالوا نقسم لفريقين، منصور، وليد ونور، كنان، أكرم، والباقي بالفريق الثاني، ونحن بهذا الفريق. ماشي؟ يلا 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 تمام. ممتاز كتير، شغلك كتير حلو بيسلي كمان. ماشي، بس أنت ما قلت لي هلأ قديش رح تاخد منا مصاري؟ لا يا عمي، أنا ما بدي مصاري، أنا أخذت يلي بدي إياه، ما عاد بدي شي. بتعرفي أنا جوكر، ولهيك أنا بحكي بالألغاز مع العالم. أنا بس قصدي إليك إنه تعطوني أي شيء أكله، هالشي بكفيني يا عمي. وكمان أنا بشتغل جوكر كهواية، وهالشي بخليني مبسوط كتير. ما بصير هيك. أنا خلاص يلا يا أولاد، خلاص كتوا خلاص كتوا. اسمعوا لا تتخانقوا، هلأ أنا رح كون الحكم بيناتكم، يعني أنا اللي بقرر إذا الواحد عم بيلعب منيح أو إذا كان عم بيغش. ماشي؟ روحي معه حرام عليكي. انت اكيد مجنون يا خلدون. ليش؟ شو مستوى ذكائي ما عجبك يعني؟ ما لقيت حيلة تتنكر فيها غير هاي؟ أنا بتذكر أنك قلتيلي أنه لاقي شي طريقة لحتى شوفك، لهيك أنا لقيت هاي الفكرة أنسب شي. بتعرف في كتير أولاد هون كلياتهم كتير حلوين، بس شو؟ بس أنت. أنا شو؟ بس العلاقة معك غير نوع من الارتباط، بتختلف عن الأولاد. بالمناسبة نفس الأفكار عم تدور براسي، وهذا الشي صار معي من أول ما شفتك. فيني إليك شي ليندا؟ أحياناً بشوف صورة قدام عيوني بتمنى ما تفارقني. شو هي الصورة؟ صورة مشهد حلو كتير، أنا بشوف التلج عم ينزل بقوة كتير ومغطي الجبال، وقدام الجبل في بيت صغير وكتير حلو، وفي اتنين عم يتطلعوا من شباك البيت كتير حلوين. هاد أنا وأنتي معي.
لك شغلة؟ وأنا أحياناً بشوف بمنامي وشين كمان. عن جد؟ يعني شخصين وحلم واحد؟ إيه عن جد؟ شوف هالرسمة، بيت أحلامنا؟ يعني مو بس أفكارنا نفسها وحتى أحلامنا. معقول حلمنا يتحقق شي يوم؟ إيه أكيد، أنا بأكد لك رح يتحقق. ليك يا اختي، انا معصب ودمي عم يغلي غلي وعم فكر احرق هالميتم كله. خليك صبور. عم تقولي لي اصبر؟ لك انت كيف بدك اني اصبر واي واحد بهاد الوضع ما فينه يصبر؟ لك يا اختي، وبعدين انت قلعتيني الميتم، لك ليش انا شو عملت لي؟ ليش لك؟ اسمعني فؤاد، يا ترى وين رحت لعمي انا هيد هلا؟ انا ما لقيتها ابدا. طيب شو بدي اعمل؟ انت لازم تشكرني، فهمت علي؟ لاني دبرت هالقصة هي، لو ما صار هيك كنا هلأ انا وياك بالسجن سوا. ايه هلأ هيك يعني بتكوني دبرتي القصة؟ لك يا اختي بتقلعيني انا؟ معقول يعني معقول بدك تحلي القصة بتقومي بتلزقيها فيني وبتقلعيني برات الميتة؟ ما ده مو عادل. على الاقل انا لساتني جوا، ما هيك؟ انا ما ضريتك يا غبي، انا انقذتك. فهم بقى فهم. ايه انقذتك، شو كنت مفكر؟ ليكون انت فكرت انه هي المره حتتركك بحالك؟ هي كانت بدها تحبسك، بس لو ما عملت هالضجه بوقتها وصفقتك هالكم كف ما كانت خلصت القصه على خير. هالولاد هدول ما حدا فيهم رح ينفض من بين ايدي بنوب، انا فؤاد رح اتعسهم تعس. لك انا ما حدا بيعرفني هدول جوا، رح امسكهم هيك وطقلهم راسهم كلياتهم. خلص 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 خلص. انا والله انا جاي عبالي نتفهم، بس هلا مو وقت هالشي، اتركهم لبعدين. صدقني يا فؤاد، عن قريب رح انتقم لك منهم اكيد، واولهم هي البنت رشا. بنت ما بتسوى روبية، بتعرف انه هي اللي جابت الزبون لهون على الميتم؟ اختي اي رشا، بس امسكها بايدي رح افرم افرم افرم. عود اسمع، هالبنت رشا ما رح تسكت لو شو ما عملنا، ما في فايدة من ضربها بالمرة هيك وحدة، ما في شي بيفيد معها. هي البنت مخها مشغولة بشغلة واحدة. شو يعني؟ شو يعني؟ إذا بدك تنتقم من رشا لازم تعمل شي لأختها لارا. ايه شو قصدك؟ بقصد هالشي حيكون بيوجعها أكتر من إنه نقتلها. طيب وشو لازم أعمل يعني؟ أنت لازم تخطف لارا، عم تفهم؟ وهيك منخليها تبعد عن أختها رشا. كنا بدنا نخطفها مشان المصاري، بس هلأ لازم تفهم منيح إنه بدنا نخطفها مشان ننتقم ونرتاح من هالبنت. انت بتاخد لارا وبتبعد عن اختها رشا مشان هي تخسر ونحن اللي نربح، عم تفهم علي فؤاد؟ بس
انتي شو عم تعملي هون؟ تعالي نفوت، الكل عم يستنوكي جوا. يلا تعالي كلي معنا. بالحقيقة يا بنتي كنت عم شوف إذا يعني إذا فؤاد رجع ولا لا. بتعرفي بنتي ما لازم تجي لهون لحالك بهالوقت، ما بتعرفي إذا فؤاد خطفك شو رح يصير. أنا ما عاد أوثق فيه لهالزلمة. يلا يا بنتي، بتعرفي إنه منيح تبعدي عن هالمكان وتديري بالك. أنا لازم أعمل شي بخصوص رشا ولارا ونرتاح بقى. أنا هيد، الأولاد كانوا كتير مبسوطين وعم يضحكوا. كان لازم وقفهم ونيجي نشوفك. لا ما في مشكلة أبداً، بالأخير الأولاد بيضلوا أولاد. رديتي؟ معناتها يلا خلونا كلنا نفوت لجوا مشان نتعشى سوا. أنا ما رح أكل معكم. ليش؟ شو اللي صار؟ أنا يا مدام قررت صوم أسبوع لهيك عذريني. أنا حابة إني كفر عن كل ذنوبي. بدك تصومي؟ ليش شو هن ذنوبك؟ هلأ كل شي ترتب والقصة صارت واضحة. أنا ما حطيت الحق عليك، أنت ما إلك ذنب أبدا. وأنا بعرف هالشي يا مدام، بس القصة إنه الشعور اللي بيبقى جواتنا ما حدا بيحس فيه، وأنا في شي من جواتي عم يعذبني إنه كيف كنت مخليه رجال مثل فؤاد مع أطفال بريئين مثل هدول. أنا لا 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 تمنعيني صوم، أنا لازم كفر عن أخطائي. يا مدام خلص روحوا أنتوا كلوا، تصبحوا على خير. يلا يلا يا أولاد خلونا نفوت لجوا وناكل جاتو. الأكلات الطيبة صارت جاهزة، فوتوا. شو هاد؟ لما العمة بتصير منيحة معنا الواحد يبلش يخاف وما عاد يفهم شي أبدا. اركدي أسرع من دقات القلب. أول ما أسمع كلمة صيام جوعي بيتضاعف أكتر. اليوم رح أكل 6 رغفة كمان. عمي؟ شوفي عمي، أنا بدي مصاري. أي مصاري؟ مصاري تبعاتي يلي طلعولي لما كنت أشتغل شغلك. مو قلتي لي بوقتها حتخبي لي مصرياتي معك وإنه فيني إيجي أخذهم منك إمتى ما بدي؟ واليوم بدي إياهم ضروري. قصدك هدوك المصاري؟ هنن مو معي. شو يعني مو معي؟ شكراً، أخذت كل شي مني، مو بقيان معي ولا قرش من مصاريكي. بالمناسبة ليش هيك فجأة بدك تاخدي المصاري تبعاتك؟ تذكرت، مشان هداك الشاب يلي بيحبك يلي متنكر بالمهرج. تعي تعي خلص لا ترتعبي، شوفي كيف وشك تغير لما سمعتي اسمه. قلي لي شو رح تعملي إذا قلتلك إنه مصاريكي معي. مصاري معك؟ لكن أعطيني إياهن. شلون بدي أعطيك إياهن؟ الشغلة بدها أخد وشوية عطا، شو حتعملي لي لأعطيك إياهن؟ بس أنا أخدت المصاري من الشغل تبعي. بس هداك الشغل يا حبيبتي كان غير، هاد شكل وشغل تسليم المصاري شكل تاني. شو هو الشغل؟ مو شغل صعب، بدي بالسبع أيام اللي رح صومهم تجيب هدوء لعندي كل يوم وتضلي تجيبي لي أكل، بشرط ما لازم حدا يعرف بكل هالقصة يا حلوة. أنا كنت عارفاني أنك حتعملي هيك شي معي، مو خليتينا نجوع كل هالسنين عندك؟ هلأ دورك تجوعي. أوه يا حبيبتي قديش طلعتي شجاعة وماني درياني. وإذا ما بتعطيني المصاري رح جمع كمان شجاعة ورح أقول للعمة شكراً على كل شي قلتي لي إياه هلأ. يلا يلا روحي روحي قليلة وافضحي لعبتي كمان،
بس لا تنسي كمان تقولي لها انك ساعدتيني بهالشي، وانتي كمان كنتي تخلي الاولاد طول النهار عم يشتغلوا، ما هيك؟ وعم تاخدي مصاري على معاملتك السيئة. نسيتي كل هالشي يا لعبتي ولا شو؟ ما تردي، كل هالمهمة الصغيرة مو صعبة، بس 7 أيام لبين ما خلص صيامي، وانتي بنفسك يلي حتشرفي على أكلي. انتي بتعرفي ليش انا اجيت لهون اليوم؟ لتسلينا وتفرحنا يا مهرج. هداكي بالحفلة شوفتك هي السبب الأساسي حتى اجي لهون. بس في شغلة تانية. شو هي؟ انا حابب اني اسألك سؤال ليندا. شو في خلدون؟ احكي. ليندا بدي اياكي تجي معي لنروح سوا. اجي معك؟ بس لوين؟ على دلهي. دلهي؟ انت رايح على دلهي؟ ايه، اهلي كتير عم يلحوا علي وبدهم يعني روح على دلهي، بدهم يعني كمل دراستي هنيك، وحاليا اغلب الترتيبات صارت جاهزة معي. وانت هيك بدك؟ بصراحة ما بدي روح هلأ، انا ضيف هون لأسبوع او 2 واكتر. اسمعي ليندا، ما فيني فكر اني حكون بعيد عنك، لهيك انا اجيت لحتى اشوفك اليوم، مشان اقدر اني اسالك اذا كنتي بدك تجي معي. بجي معك، بس كيف فيني اجي انا هون؟ بنهرب انا وياكي. نهرب؟ انت بدك يعني اهرب من هون؟ ايه، بدي اياكي تجي معي ونروح على دلهي مع بعض، وهنيك رح يكون في عنا بيت صغير. بس يا خلص انت بس وافقي، أنا فوراً باخدك بعرفك على أهلي. خلص أنت لا تاكلي هم شي، أنا لأصل بدور على شغل هنيك فوراً. خلص موافقة أروح معك، وأنا كمان مصمدة شوية مصاري بكفونا لبين ما تلاقي شغل، مع أنهم مو لهالدرجة كتار. أنا مالي مصدق حالي، أنت ما بتتخيلي قديش فرحتيني. حياتي ما فكرت أني أترك هالمكان، بالنسبة لي هالمكان هو بيتي وعائلتي ورفقاتي وكل شيء، وأنا ما فيني حتى أقول لأي حدا منهم أني رايحة. شو كتبت أنا هلأ؟ اسم. إيه، والاسم شو يعني بالإنجليزي؟ name. قولي لي عمي what's your name؟ قاعدين عم تتعلموا إنجليزي؟ إيه. وهي الأنسة تبعكم كمان؟ إيه، بس أنتي ما جبتي لنا ولا أستاذ. نعم نعم، شو عم تبربر مع حالك حبيبي؟ أنا شايفة إنه من وقت ما إجت شكران على الميتم كلكن لسانكن طولان وصايرين عم تحكوا زيادة، وإنت لسانك أطول شي. خلص عمتي لا تخانقيني هلأ، الدرس مبلش. خلصنا، إمتى أنا عطلت الدرس؟ والله كأنك أنسة عن جد، إنتي بتعرفي كتير تحكي إنجليزي ما هيك؟ يلا قولي لي. إذا بدنا نقول كتير كتير حلو، كيف منقولها بالإنجليزي؟ Very very beautiful. بلادي فول. بلادي فول يعني حلو عمي. ماشي ماشي. الطريق اللي فيها وردة جورية وياسمين
بلادي فول. يعني إذا شفتي شغلة حلوة بتقولي horrible أو terrible ماشي؟ العمة أنا هيد كتير بلادي فول. أهلين، كيفك مدام؟ أنت طالعة كتير بلادي فول. نعم. وكمان تيابك طالعين هوريبل وتربل. لك أنا هيد، أنتي ليش هيك عم تخبصي بالحكي؟ ليش شو قلت؟ أنا ما خبصت بالحكي، بس كنت عم بوصف لك تيابك بالإنجليزي. بس يا عمي لازم تقولي بيوتيفول مو بلادي فول. لك شو بي؟ هذا أنت اللي قلت اللي يقول هيك. أنا شو قلت؟ أنا قلت حلو يعني بيوتيفول، انتي قلتي بلودي فول وهي معناها مو منيح. ليكي أنا هيد، هدول الأطفال كتير أذكياء، فالأحسن إليك إنك ما تردي على حكيهم بسرعة. ماشي عمي. شكرا. نعم. بدي أسألك سؤال إذا بتسمحي. العم غياس رايح على السوبر ماركت مشان يشتري الخضرة، بدي تسمحي لي روح معه، معلش عمي؟ شو؟ وانتي ليش بدك تروحي معه؟ القصة هي انه العمي انا هيد عطتنا كم شغلة نعملهم هون، مشان هيك فكرت انه نعطي شوية مسؤوليات للولاد الكبار، انه مثلا نعلمهم كم شغلة، مثلا نعلمهم كيف بدنا نشتري اكبر كمية من الخضرة وبأقل سعر كمان، وكيف بينشروا مثلا هيك يعني. يا سلام، عن جد هالفكرة حلوة كتير. روحي بنتي، روحي مع غياس على السوبر ماركت. يلا يلا. ليندا، لما قلبين يجتمعوا بيكسروا العلاقات القديمة وبتنمو زهرة. شو بدك؟ شو بتنمو زهرة وقلبين وبيجتمعوا؟ خليني كمل قراية. لا يلا روح من هون. ليش؟ شو يعني اجتماع القلبين ونمو الوردة؟ بدي أعرف شو يعني. انت ما رح تفهم لساتك صغير. ليش ما رح أفهم؟ أنا فهمت كل شي. انت كاتبة قصيدة حب ما هيك؟ وكمان بدك تعطيها للأخ خلدون. اسمع فكر شو ما بدك تفكر، يلا روح من هون. في شي أنا لسه ما فهمته. هلأ قليلي شو هو الحب؟ بقصد هو أمتى بيصير؟ كيف بيصير؟ وليش بيصير؟ الحب؟ الحب يعني لما حدا محدد يكون معك ويخليك تحس بالسعادة. انت شو ما قلتي هلأ؟ رح يكون مثل بسيطتك، ما فهمت منه شيء ابدا. رح تكون مبسوطه. ايه كثير منيح. ليكن يلا تعالوا لهون، تعالوا لهون يا اولاد. جبت لكم معي شوكولاته لكم كلكم. استنوا شوي رح اعطيكم اياهم جوا. ماشي ماشي. ووليد ومنصور، هاي المضارب الجديده. وانتبهوا ما تكسروا الشباك هلا بس تلعبوا. ماشي. يلا روح. باي اختي. رشا بنتي. يلا امشي. هاتي الفاتورة مشان ورجيها للست. شكرا. ايه خدها. هاتي اعطيني هاد. رشا استني شوي انا بدي احكي معك. اللي شوفي. تعي معي. شوفي. تعي. ليندا كانت عم تكتب رسالة وهي لخلدون لانه بتحبه، بس في شي لهلا ما فهمته، كيف بصير هاد الحب؟ ما بعرف كيف. ما بتعرفي؟ لا بس أنا بعرف ناس تغيروا، يا ترى من الحب؟ شلون؟ الأخت ليندا كتير بتصير مبسوطة لما يجي الأخ خلدون لهون، فبيجوز يكون هاد الحب اللي عم تقول عنه. ونحنا كمان بننبسط مثله، بس لما بناخد شوكولا أو ألعاب
أو إذا أواعي جديدة. يا ترى نحن منحبهم هيك؟ أنا قلت لك مأمون ما بعرف منيح شو هو الحب مثلك. شوفوا مين هاد الغريب اللي عم بيحكي مع لارا. هاد الولد نفسه يلي شفته بالسوبر ماركت. شو عم يعمل مع لارا؟ لارا ما قلت لك 100 مرة ما تحكي غربة؟ شو انتي ما بتفهمي؟ بلكي بده يسرقك. وانت كمان ليش من الصبح عم تلحقني؟ ليش اجيت لهون؟ بالاول مرحبا، وتانيا انا ما كنت عم الحقك، بس كنت عم حاول لاقي هذا العنوان المكتوب معي. بتعرفي انه وقعت كتير بمشاكل بسببك؟ مشاكل بسببي؟ وليش؟ ليش انا شو عملت؟ خليتيني عم اركض ورا الباص بس من شانك، وبعدين خليتيني اجي لهون مشي، وكل هالشي كان بسبب غبائك انتي. هلا انا غبية؟ اسمع لقلك، حكي معي منيح احسن لك ماشي؟ وانا شو عملت لك؟ اه قل لك شو عملتي. شو انا بس كنت بدي اسالك سؤال. خلينا نروح رشا، شوفي اشتريت لكم المضارب. شو القصه بنتي رشا؟ قولي لي هاد الولد عم يضايقك شي؟ ومين حضرتك وانت شو دخلك؟ قال عم يسألني مين أنا. يلا بنتي رشا الباص رح يمشي بعد شوي، يلا تعي. لعما شو هاد؟ شو هالعالم هدول؟ أكيد مجانين. شو هاد؟ هاي البنت أخذت عنواني معها. طيب كيف بدي روح لهنيك هلأ؟ انتي اخدتي ورقة عنواني معك وتركتي هاي الفاتورة تبع الرز والخضرة وراكي. ليكي بنتي رشا هاي مو الفاتورة تبعنا، الورقة هاي مكتوب عليها عنوان شي. انت شايفة؟ قلتلك غبية. إذا هيك قلي أنت ليش في معك عنوان الميتام؟ حكي شو بدك؟ اجيت لحتى أشوف حدا عندكن هون. مين هو؟ بالأول خليني فوت. بالأول قلنا مين بدك تشوف. أنا اجيت خصوصي لشوف الست الكبيرة. الست الكبيرة؟ مين هي؟ ليك شو بده؟ حبيبي نحن هون بميتام، من وين جبت لي اياها هاي الست الكبيرة؟ الست شكران، أنا ستي بتكون الست شكران. هاد الشي بيعني إنه العمة شكران بتكون ستك؟ إيه تماماً. أنت جيت من أمريكا لحتى تشوفها؟ إيه من بعيد كتير؟ ايه ابني انا حروح فورا ونقول لانك جيت لهون. مو بهالسرعة يا ياسمين، بمشي على مهلي. هو عم يقول انك سمين كتير مو سريع كتير. ايه بس انا ماني سمين كتير. ها وهلا اسمعوني يا اولاد، ما بدي حدا يقول لستي اني انا صرت هون ولا حدا. يعني من قال انك اجيت؟ طيب وليش؟ شبابكم ليش عم تطلعوا فيني هيك؟ حاسس حالي شي تحفة قديمة. نحن ما عم نطلع فيك، بس كلنا عم نستنى جواب منك انه ليش انت ما بدك العمة شكراً تعرف انك اجيت لهون؟ لانه انا هربت من امريكا واجيت لهون. يعني انت قصدك اجيت لهون بدون ما تقول لأهلك وين انت؟ انا قلت لهم اني رايح على مخيم صيفي. اسمعوا يا جماعة بترجاكم، بس ليومين ما حدا يقول لستي انه انا هون. وشو رح يصير من هون ليومين؟ خلال يومين اهلي بدهم يروحوا رحلة على اوروبا،
وستي ما بيعود فيها ترجعني إذا بدها هالشي، لأنه ما بيكونوا أهلي بالبيت. شريك، هلا بسألي شغلة وحدة، أنت ليش جيت لهون وتركت العيشة بأمريكا؟ حاجة تسألوني هالأسئلة؟ إذا عن جد بدك يعني نوقف معك ونساعدك لازم تقلنا كل شي. طيب اسمعوا، أنا اشتقت لها لستي. أنت بتحب ستك كتير ومنشان هيك إجيت لهون؟ إيه صح، منشان هيك أول ما عرفت إنه ستي إجيت لهون إجيت بلمح البصر وصرت هون. بلمح البصر؟ بلمح البصر يعني نفسها بسرعة كتير. اسمعوا يا جماعة، أنتوا حتقدروا تساعدوني؟ فيكن تخبوني هون بس ليومين؟ ما بظن إنه نحنا لازم نعمل هيك. إذا عرفت العمة شكران شو رح يصير؟ أكيد ما رح تعرف. أنا وقتها كنت بمومباي يوميتها خبيت رفيقي 6 أيام بدون ما حدا يعرف. بعدين راح لعند أبوه. طيب وإذا عصبت العمة علينا؟ بكفي، خلاص أنا رايح من هون. لا لا وقف، خلص نحن رح نخبيك. طيب بس كيف رشا؟ اختي رشا رح نخبيه مثل ما كنا نتخبى بالبيت. ما اكيد العمة شكران بتحبك كتير ما هيك؟ ايه يعني اذا خبيناك يومين بالبيت عنا وقتها بيصير فيك تضل هون شهر كامل، وأكيد إذا ضليت هون شهر مع العمة شكران هي رح تنبسط كتير ما هيك؟ معناتها لازم نخبيك بسرعة. شو هيكن يا أولاد، وين رحتوا كلياتكن؟ يلا روح تخبى يلا. غريب، شو عم تعملوا هون؟ ما تفوتوا لجوا. يلا تعوا الأكل صار جاهز. إيه بس العم غياس هو على طول بينادينا وقت يصير الأكل، ليش ما نادالنا هلأ؟ صح، بس اليوم غياس راح في عنده شوية شغل، مشان هيك أنا طبخت لكم أكل طيب على ذوقي. تعالوا بسرعة. الحاجة بلمح البصر. تعال هون، تعال. انت شو قلت هلأ؟ عيد شو قلت، لا تخاف. بلمح البصر، هاي معناتها انه لح اجي فورا، هيك قلت. وحتى حفيدي كمان بيستخدم هالكلمة كتير، بلمح البصر. أنا كتير اشتقت له لحفيدي. هو كمان مشتاق لك كتير يا عمي، مشان هيك هو أكيد هو عم يفكر فيكي هونيك. هو كتير متضايق مني لأني إجيت لهون فجأة مشان هيك. طيب يلا خلونا نفوت لجوا وأحكي لكم عنه، هو حلو وبياخد العقل وبينحب مثلكم كلكم. يلا تعوا خلونا ناكل. ايه سام يلا طلع، راحت ستك، نحن رايحين ناكل هلا. بدك جيب لك شيء؟ في بيتزا؟ لا رح جيب لك شيء من اللي رح ناكله ماشي؟ قولي تلفزيون نحيف، يلا تعال تعال
فرجيني كيف بشتغل. يعني بدي شوف فيلم. ايه بعد هيك بقى. هذا مو تلفزيون، هذا لابتوب، واكيد ما بتعرفه. رجع لورا لانه ما في شيء، لو سمحت بعد ايدك. يا جماعة اتركوه ما تزعجوا، هاي اكل. شو هاد؟ هاد اكل، كول كول. ايه بس شو هاد الاكل؟ هاي بقلبها فاصوليا خضرة وفيها بطاطا ورز كمان. ايه بس انا ما فيني اكل هيك اكل. هاد الاكل اللي مناكله هون. يلا دوقه اخي، طيب كتير. طيبين؟ شو؟ طيبين ما؟ لك هاد كتير كتير حد، حاسس تمي عم يحترق. بس هذا الأكل يلي مناكله هون، يا أما كل يا أما رجع على أمريكا. إذا لازم أكل هذا الأكل مشان ضل هون رح أكله خلاص. ما بدي شي. يلا خود تمك حيطيب عليه بسرعة. خود لك شو انتي ما بتفهمي؟ لا عم افهم عليك، بس كمان عم افهم انه تمك عم يحترق هلأ. خود بس شوي. روحي من وشي. ولا لك خلص هاتي. حس حالك أحسن؟ قلت لك من الأول رح يفيدك. وليد يلا خده ودلو على الحمام. طيب يلا تعا. ما بعرف ليش عم نتحمل سخافته لهلأ، حاسس إنه هو مأمون. العمي شكراً، عملت لنا كتير شغلات، وهلأ نحن ما فينا نتحمل حفيدة شوي؟ بيعتمل